وزي ما انا فعلا قلت لحضرتك في بدايه الحلقه، الناس كتيره بتتكلم ان احنا يمكن يعني الاتجاه من ناحيه النادي الاهلي اقوى شويه، ويمكن انا بحكم تواجدي في البرنامج وبحكم عملي مع حضرتك يمكن من سنوات طويله، احنا من 2007 مع بعض، بقول لك لا بالفعل والله هو زي ما قلت في قيمه تسويقيه ممكن تكون بتاخدنا اتجاه شويه لان احنا نكون مع الاهلي، ولكن ده مش تقليل من نادي الزمالك. طبعا في البدايه انت سالتني سؤال مهم جدا وهو موضوع اشرف بن شرقي. طبعا كان اشرف بن شرقي قرب بالفعل من الانضمام لنادي الزمالك خلال الاسبوع الماضي بالتحديد، كانت المفاوضات مستمره وكان في تواصل مباشر ما بين اشرف بن شرقي واعضاء اتحاد النادي او اعضاء مجلس اداره نادي الزمالك، الى ان التصريح الاخير لاحد اعضاء مجلس اداره أخو نادي الكابتن الاستاذ هاني شكري. الاستاذ هاني شكري طبعا هو كان اداره نادي الزمالك، تصريحه اربك المشهد، تصريح نقدر نقول غير معالم المشهد. هو هاني شكري راجل عملي، هو بيحسبها صح، يعني راجل بيزنس مان، هيقول لك ايه يعني خلي بالك هو الاخطر يا سموح في الموضوع انه قال لك بيتي لك من الفلوس هيبوظ اوضه اللبس. دي اللي خلت الموضوع عمل مشكله. لكن يا كابتن عبد الناصر صفقة أشرف بن شرقي خلاص زيزو قاعد، ما أنا بصفقك ماشي أنا ما عنديش مشكلة في إن زيزو قاعد، ما هو زيزو قاعد ده موضوع يعني طموحات جمهور الزمالك، وإحنا عمالين نسمع الانفرادات اللي حضرتك لسه قايلها فيما يخص تعاقدات النادي الأهلي والكرة في مصر هي قطبين النادي الأهلي ونادي الزمالك. يبقى أنا بتكلم يعني كأحد مثلا محبي نادي الزمالك الطبيعي إن أنا أقول لك طبعا قلت جملة في الأول كده مرضى الضغط ومرضى السكر هعديها مش هتكلم فيها طبعا دلوقتي. خلي بالك ما انا بص انا كان محد يزعل مني قلتيها، الاهلي بيفكر فين وجبت لك الفرق اللي هيلاعبها. دي حقيقة. الناس بتقول لك دوري دوري مين، ما انا قلت لك هيلاعب مين. كاس العالم للانديه اعلن النهارده. صحيح. دي الراجل كولر لما قعد مع الكابتن الخطيب قال له ما فيش حد في الدوري المصري يجي معايا في مركز نمره واحد، كلهم ما بين اثنين او ثلاثه في الترتيبات، انا هلاعب مين عشان اجيب ايه؟ هي حساباته طبعا بيبص طبقا للمنافس اللي هو هيواجهه، ولكن انا بقول لحضرتك ونادي الزمالك اللي يعني بالفعل حضرتك اشرت وقلت اسماء اللعيبه اللي بالفعل خلاص اتخذ قرار مجلس اداره نادي الزمالك بالاتفاق مع الجهاز الفني ولجنه الكره برحيل الاسماء اللي حضرتك ذكرتها، وبالفعل هم يعني مش على قدر التواجد في نادي الزمالك، وان كان فيهم اكثر من لاعب انا شايف انه ممكن يستحق الاعاره والرجوع مره اخرى لنادي الزمالك، لكن الاغلبيه بالفعل هم خارج النادي. اصبح دلوقتي التوجه كله يا كابتن عبد الناصر للصفقة الجماهيرية اللي كله بيسعى ليها وهي عودة أشرف بن شرقي. ده موضوع يعني غير قابل للنقاش. ما زال لديك من معلومات؟ هو أنا معلوماتي إن حتى الأسبوع الماضي وكان في تواصل مستمر ما بينهم وكان قريب جدا إلى أن خرج تصريح أستاذ هاني اللي عمل ربكة كتيرة جدا. بالمناسبة في أحد المواقع المغربية كان عمل مش مداخلة، كان هو يعني الصحفي صديق مقرب من أشرف بن شرقي واتكلم معاه ونقل له تصريح فيما يخص اللي قيل طبعا على رسالة عضو مجلس الإدارة اللي عمل ربكة بالفعل زي ما انت وصفتها، ولكن كل كان بيسعى لاقتراب صفقة مهمة جدا، صفقة جماهيرية، صفقة يعني نقدر نقول هتثبت أقدام مجلس إدارة نادي الزمالك. نادي الزمالك هذا الموسم للأسف لم يحصل إلا على بطولة وحيدة وهي الكونفدرالية الأفريقية في الوقت اللي خسر كل البطولات. ده أنا بتكلم فيما يخص كرة القدم. لو دخلنا في باقي الألعاب الحاج بدوي فتحي بيقول لك يا أستاذ سامح صفقاتك على قد مشاركاتك، والله العظيم مصطلح حلو، فما حدك يظلم الزمالك برضي. الزمالك مشارك في كل البطولات والمفروض هو من الفرق اللي تدخل اي بطوله عشان تفوز بيها، اذا كان هو الاهلي زاد ايه كاس عالم للانديه ما الزمالك مشارك وانتر كونتيننتال ماشي. طب ماشي ما انا بتكلم في انت الزمالك وما انت لو ما خلي بالك ما انت لو فزت على لو فزت في افريقيا هتروح سوبر تاني صح، يعني عندك مستجدات بتيجي بالنتائج. دي حقيقة. يعني الاهلي بيروح السوبر نتيجه فوزه بدوري الابطال، ده طبيعي. الزمالك راح السوبر الافريقي عشان الكونفدراليه، ده طبيعي. الزمالك لو فاز بالكونفدراليه تاني هيروح سوبر تاني، صحيح. فلازم يعمل الذخيره اللي تأهله يحافظ على اللقب الافريقي، ما يبصش على المحلي. ما ده اللي احنا بنتكلم عليه، ده انت حتى محليا الجهاز الفني بيعمل حاجه لاول مره تحصل، فرقه تعتبر انت المرشح الاول بعد ان نقدر نقول اعتذار او انسحاب النادي الاهلي كما يحلو للبعض تسميتها،
انت نادي الزمالك المرشح الاول للفوز بالبطوله، للاسف بتلعب بالناشئين وبتخسر امام طلائع الجيش المحترم بقياده الصديق عبد الحميد بسيوني، ولكن كانت طبعا قدامك فرصه ذهبيه لنادي الزمالك في ظل ان اغلب المنافسين، يعني اكيد الزمالك هيكون رقم واحد لو كان الزمالك شارك بالتشكيله الاساسيه، واللاعب فعلا الواحد عنده اكثر من تساؤل، هو انت ليه بتريح الناس؟ امال الاهلي يعمل ايه؟ لما نتكلم صح، هو انت ليه بتريح لعيبتك اذا كان النادي الاهلي اللي شارك؟ بص يا صديقي سامح، بص يعني اتكلمت الاربع والخميس في الاخفاق بتاع الطلائع صحيح. حتى لا اتهم ان انا بسقط على الزمالك وانكد عليه. خلينا النهارده عندنا القيد هيتفك الاثنين، خبر سعيد ننهي بيه الاسبوع، واربع صفقات سيعلن عنها الزمالك لفرح الجماهير، وزيزو قاعد بعد من يوم انهى مع اسمه نتانا ده ولا اسمه ايه ايا كان اسمه، انا اللي يعنيني ان زيزو قاعد. بص انا لا اثق في مصري وافهم ما بين السطور، كلام بيتغير. انا اللي اعرفه ان اليوم خلاص، لكن عارف انت وهم بيقولوا احنا قاعدين، ما دام عقد نيوم قاعد كان ممكن يمشي في اي وقت. دي حقيقة كده. زيزو مع تعاقد نيوم مع هذا اللاعب ما فيش نيوم وعقد العرب القطري لا يتناسب. وبالفعل هو اصبح دلوقتي ما فيش غير خيار التواجد في نادي الزمالك، وفي نفس الوقت مجلس اداره يتفاوضوا بقى، شايفها ان هي الصفقه اللي ما ينفعش في ظل اللي بيحصل في النادي ده، وفي ظل الاخفاق في الصفقات اللي اتعاقد معاها الزمالك الموسم الماضي اللي بالفعل اغلبها لا يستحق التواجد في نادي الزمالك، فكان طبيعي ان التجديد لزيزو محاوله، يعني نقدر نقول نلم الدنيا شويه بلغه الكوره. طيب عندنا بس كام انفراد مهمين في شكل الدوري والحاجات دي.